ما انت طول ما انت جسمك حلو وطول ما انت بتحافظي على جسمك، طول ما انت هتلبسي احلى شرابات في الدنيا، احلى لبس في الدنيا. هتقولوا لي يا مها انت اللي بتقولي كده، ما انت كنت تخينه. اه انا كنت تخينه وكنت دايما عندي عقده، ويمكن العقده دي انا هحكيها للدكتور، لان انا ما كنتش بلاقي مقاسي وكنت متعقده وانا صغيره، وادخل المحلات الاقي مقاسات مقاسي في الكبار مش في الصغيرين اللي في سني، وكنت متعقده. ويمكن كان كل تفكيري ازاي جسمي يبقى رشيق، ازاي وسطي يبقى رفيع، ازاي البس حاجات تبقى مقاسها صغير قوي علشان اتمنظر مع اصحابي. لكن عمري مثلا ما فكرت ازاي انا اعمل كل ده واخس عشان خاطر صحتي، يعني صحتي تبقى نمره واحد. طبعا هنعرف كل التفاصيل مع دكتوري، الدكتور وائل عوني، المتحدث الاعلامي لمبادره مصر رشيقه اللي اطلقتها شركه توب لايف للرشاقه والتجميل للقضاء على السمنه في مصر، والخبير بانظمه التغذيه واعشاب الطب البديل، ووكيل اللجنه الاعلاميه بشبكه اعلام المراه العربيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذه مها، واهلا بكل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. يمكن يا دكتور انا انت سمعتني وانا بقول عقدتي. طبعا. انا وانا صغيره بجد بجد كنت مركزه قوي في حته ازاي ابقى رفيعه، لكن ما كنتش مركزه في صحتي. بالظبط. النهارده السمنه بتسبب مشاكل كتير جدا واثار سلبيه. يعني تعالي ناخدهم كده واحده واحده مع بعض. واحده واحده نخش مع بقى بعض على طول. رقم واحد مشاكل نفسيه. النهارده بيحصل اكتئاب وبيحصل توحد، ومريض السمنه واللي وزنه زاد النهارده في المجتمع في مشاكل اجتماعيه. ممكن تبقى تنمر، ده تخين، ده ده ده، انتاجيته والطاقه بتاعته بتبقى اقل. في حد تاني ممكن يبقى عنده خجل، خوف من وزنه الزايد، ما يرضاش يروح خروجات كتير. بالزبط. علشان خاطر متعقد من تخنه. بالظبط. وهتلاقي كمان مش بتلاقي اغلب التخان او الكلابيس كده، تلاقيهم كوميديين لزاز، يقول لك ده عسكر، لوز وعسل، دمهم خفيف يا دكتور، ودمهم خفيف. هو وكلابيز. ده كلابيز كلابيز ولزاز. انت عارفه ان دي ليها دعوه برضو بتخنه؟ بتيجي منين؟ ان النهارده اكتر، يعني اكتر الناس في النسبه اللي عندها وزن زايد او سمنه، ده بيخليه حاسس بخجل وخوف. طب اتعامل مع ده ازاي؟ يبتدي نفسيته تقول انا هبقى لذيذ، يبتدي يعمل حاجات كوميكس بلا 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 علشان يحول فكره اللي حواليه عن شكله. مع ان الحقيقه ان هو محتاج يحول الدهون دي تبقى براه. فالنهارده السمنه بتليها اثار سلبيه ومشاكل كتير. زي ما قلنا نفسيه اجتماعيه. تعالي بقى نروح، لو جبنا النفسيه والاجتماعيه على جنب ونروح بقى للامراض، السمنه النهارده بتوصل ل 50 مرض. 50 مرض. يعني عندك الضغط، السكر خاصة من النوع الثاني، تمام، اللي عنده وسط بقى وكرش، هتلاقي ده اغلب ان هو ميال للسكر من النوع الثاني ممكن يحصل. وهتلاقي دايما السكر والسمنه في ارتباط ما بينهم كده. سكر يؤدي لسمنه، سمنه تؤدي لسكر. حتى الاكتئاب، هرمون السيروتونين بيقل، فبالتالي تمام يؤدي لسمنه، والعكس صحيح، السمنه ممكن تؤدي لاكتئاب. امراض ثانيه، والاكتئاب بيخليني اكل زياده. والاكتئاب مع ناس بالظبط بيخليني اكل احط همي في الاكل. ده بيحصل. في كمان امراض زي بالنسبه للسيدات، تكيس المبايض، سرطانات بعد الحمل بقى، والولاده والسيزيريا والحاجات ممكن دي، ممكن كمان ياخرها في الحمل، وممكن بالظبط نتيجه تكيس مبايض او كذا ممكن بالفعل ياخر في الحمل. اثار سلبيه ومشاكل احنا في غنى عنها. وعشان كده توب لايف اطلقت مبادره مصر رشيقه للقضاء على السمنه في مصر. بابسط واسهل الطرق الفعاله والامنه علشان ما يبقاش فيه ولا اثار سلبيه ولا مشاكل للسمنه. طيب دكتور استاذنك معانا تليفون. يلا بينا. الو الو الو. ايوه الو، ازيك يا استاذه مها؟ الله يسلمك. ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. معايا مين؟ معاكي ابتسام، استاذه مها من القاهره. اهلا يا ابتسام. اهلا بيكي، الاخبار؟ الحمد لله تمام. الدكتور معاكي لو حابه تساليه في حاجه. اهلا بيكي يا ابتسام، منوره الدنيا ومنوره ربع جاست الستات. بجد يا دكتور مش عارفه اشكرك واقول لك ايه الصراحه على اللي انا فيه. يا رب يخليك. الله الله ابتسام. طيب متعامله معاك انت يا ابتسام، كنت متابعه مع الدكتور؟ كنت متابعه مع الدكتور. طب ما تقولي كده من الصبح يا ابتسام. اهلا بيكي. طب ايه المفاجاه الحلوه دي؟ فاكرها ايه المفاجاه الحلوه دي؟ طبعا دي من ابطال تحدي السمنه وابطال تحدي الوزن الزايد في مصر. احسنت يا ابتسام. ازاي حضرتك؟ انا خسيت 22 كيلو على الادويه بتاعتكم، مش عارفه اقول لكم ايه الصراحه. ما شاء الله ما شاء. طب قولي لنا بقى يا ابتسام، انا بصي، هو الدكتور يفتح النفس
شوفي بقى ايه، كنا ساعات نقول ايه، اصل فلان بيفتح نفسي على الاكل، ايوه الدكتور بيفتح النفس على الدايت، ان هو يظبطنا بصراحه. يعني هو مشجعني جدا ان انا لازم ابقى متابعه ان شاء الله، حتى لو عايزه يبقى جسمي زي ما انا. قال لي برضو في حاجات بالظبط انا ممكن تعمليها عشان نحافظ على قوامنا. احكي لنا بقى ايه اللي حصل، عملتي ايه مع الدكتور، وصلتي له ازاي، خسيتي قد ايه وفي قد ايه؟ انا بالصدفه بقلب على النت لقيت رقمهم، كلمتهم وعايزه اقول لك انا خسيت 22 كيلو في شهرين، فرقوا معايا جدا. الله اكبر. انا خلاص عندي مناسبه، ومش اي مناسبه، مش مناسبه رايحه لحد ولا حاجه، دي مناسبه فرحي انا. وكنت نفسي اخس عشان ما يبقاش شكلي وحش في الفستان. هايل جدا. الله اكبر. طيب قولي لي الموضوع انك تكلمي الدكتور في التليفون اونلاين وتتعاملي معاه افضل، ولا انك تروحي له العياده وتلبسي في عز البرد وتنزلي، ولا المتابعه دي احلى؟ بصي اقول لك، انا ما كنتش مقتنعه اصلا بان انا اتكلم على النت وانا اكلم حد ما اعرفوش، وقلت كده مره اجرب وكلمتهم، والصراحه ما ندمتش عليها خالص. بالظبط، هي كل اللي عملته بالنسبه لي، كل اللي عملتيها ابتسام، كانت مكالمه تليفون بسيطه او رساله، هي الصراحه لا من غير نروح لعيادات او مختصين، مكالمه تليفون او رساله على صفحه توب لايف، قدرت انها تغير فعلا في حياتها وتعمل انجاز كبير. هي مكالمه تليفون بتغير الحياه كلها، فرقت معايا 22 كيلو مش قليلين، وكل اللي رايح واللي جاي يقول لي لا ده باين عليكي جدا. الله اكبر. مش عايزه اقول لك صور فرحي جميله ازاي يا دكتور. طبعا ما شاء الله عليك، الف مليون مبروك. مبروك يعني، انت دلوقتي عروسه جديده. بس كده خلي بالك ان شاء الله كده لما ربنا يكرمك وتحملي وتخلفي الدكتور هترجع لتوب لايف تاني. هترجع لتوب لايف تاني. انا عرفت طريقي بقى. عرفت طريقها خلاص. ايوه هو ده. والطريق بقى سهل يعني، حتى لو معاها بيبي. ميرسي على تليفونك يا ابتسام. يعني حتى يا دكتور، يمكن ابتسام خلتنا نتطرق لموضوع ان حتى لو معاها بيبي، وفي البيت طبعا الام بتخاف انها تنزل وسيبه بالذات لما يكون مولود. بالزبط. وعايزه تظبط، هل تقدر وهي في حاله رضاعه، هل تقدر انها تتابع برضو والادويه والاعشاب بتاعتنا ما تضرش البيبي؟ حالات الرضاعه والحمل بالذات دي حالات سبيشال، حالات خاصه. فلها تمام متخصصين مع الشركه بقى ومع الفريق الطبي في توب لايف، انها لا ما نعملش ده دلوقتي، طب المولود يجي بالف سلامه الاول، بيبقى ليها نظام خاص برضو متعامل معاها من خلال المتابعه. طيب دكتور، يعني في ناس يقولوا لك انا لما بشم الـ 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 الاكل بتخن. ايوه. انا لو شربت ميه اتخن. انا وفي ناس ترجع تقول لك لا انا هقطع الاكل طول اليوم ومش هاكل خالص عشان اخس. لا، احنا عايزين نقول لهم ايه الحاجه الصحيه اللي تمشي عليها طول اليوم او طول الاسبوع حسب يعني. بالظبط. هو احنا ايه اللي اصلا بيخلينا نتخن؟ ايه اللي بيخلي حد يتخن؟ ايه اسباب زياده الوزن مثلا؟ هتلاقي في اكتر من سبب. خلينا نروح لاسباب وراثيه، ممكن يكون الجينات فيها تمام، حد ميل للاكل، فتلاقي تمام الاب اكيل وابنه شبه بعض كده. أيوة. على بصي على سفره. أيوة. يلا ندغدغ الكلام ده. ده مثلا حاجه. ممكن تكون اسباب ثانيه مرضيه، حد عنده قصور في الغده الدرقيه، سكر، حالات مرضيه بشكل او باخر ممكن تؤدي الى زياده الوزن. بس خلينا من الاسباب دي، وخلينا نحط عنوان عام لاغلب الاسباب اللي بتؤدي لسمنه او وزن زايد تحت عنوان العادات الخاطئه. العادات ايه؟ الخاطئه. يعني مثلا العادات الخاطئه منها البق المفتوح، تلاقي بني ادم كده عايش عشان ياكل، مش بياكل عشان يعيش. تمام. على طول اليوم اكل 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 اكل، لو رايح يجيب حاجه من حته هنا ولا هنا في البيت ومعدي على المطبخ، طب ما حد اشوف في ايه جوه. ولو بيتفرج على التلفزيون طول ما هو قاعد، قال يعني الفيلم مش هيحلو غير لما يفضل ياكل في لب وسداني. كميات بقى الاكل اللي الواحد تمام عود عليها عاداته الغذائيه ان هو هيفضل ياكل البق المفتوح ده، قله النوم، قلة الحركة. الحد بيقول لك طب انا بقي مقفول، انا ما باكلش طول اليوم، ده انا طول اليوم ما باكلش وباجي الساعة 10 بقى هاخد الاكل بتاعي واروح نايم. سمنة مفروطة على طول، بق مفتوح، شهية مفتوحة، معدة عمالة بتكبر، اتعودت على كميات اكل كبيرة، يساوي سمنة مفروطة. طب وليه؟ ما توب لايف النهاردة ومكالمة تليفون صغيرة او رسالة على تنظم لك حياتك وتخلصك من الهموم دي والآثار اللي احنا بنتكلم عليها. يمكن انت يا دكتور بتتكلم معاهم كمان، يعني انت وانت عمال بتحكي لي دلوقتي وبتقول انا حاسه ان انت بتتعامل معاهم على المستوى النفسي اكتر من بالظبط. يعني انا جالي الاحساس ده، يعني على فكره ده هايل، ده هايل ان انت انا ببقى جايه لك مليانه ومحتاجه اخس وتعبانه، محتاجه اتعالج نفسيا قبل ما اتعالج على مستوى ان انا ابقى مليانه شويه او
سمنانه كتير. ايوه فده ده 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 هايل. طب احنا ممكن نشوف صوره قبل وبعد مع بعض؟ نتفرج مع بعض. ده حسام. حسام في خلال 3 شهور في خلال 3 شهور قدر ان هو ينزل 30 كيلو. يعني فعلا بنعتبر حسام واحد من ابطال تحدي السمنه في مصر ومن ابطال تحدي زياده الوزن. اشتغل على نفسه جامد، كان حقيقي فعلا شهيته مفتوحه بشكل مش طبيعي. ابتدى ياخد كورسات توب لايف، راسبيري بقى وتوت بري، الياف تبتدي تفرش في المعده، تخلي المعده مش محتاجه غير كميات اكل قليله. شهر الثاني الثالث متابعه التزام قوي، قدر ان هو يحقق نتائج هايله زي اللي احنا شايفينها دي. يعني هنشبعك، يعني هنشبعك. ايوه هنشبعك. وهتخسي يعني هتخسي. وهتخسي يعني برضاكي، مش برضاك، برضاكي هتخسوا يعني هتخسوا. وده بيتهيألي دي اول حاجه عند الدكتور وائل بجد. طبعا انا بلاحظها. توب لايف لما قالت النهارده مصر رشيقه. ليه؟ علشان الانتاجيه بتاعت الناس، سواء كان راجل او ست على فكره. علشان النهارده الواحد يعرف يتحرك ويحقق، علشان الست مع اسرتها مع اولادها مع جوزها، عشان الراجل النهارده في شغله مع زمايله في اي حته بيشتغل فيها، اكيد في الاخر لما نجيب السمنه على جنب والوزن الزايد على جنب هنحقق نتائج كويسه، سواء على مستوى الفرد او على مستوى المجتمع، اكيد هيبقى صحتك افضل. عشان كده على فكره دايما بقول ان اكبر انواع الخيانه هي خيانة صحتك. أكبر أنواع الخيانة تاني بكررها هي خيانة صحتك. طيب إحنا عاملين لك مفاجأة كده يا دكتور. مفاجأة. عايزينك تسمعنا كويس. أوكي. وعايزك تقول ألو. أنا اللي أقول؟ أيوه. يلا بينا. بس زيك كده؟ لا. أجرب. زي ما أنت عايز. بص هجرب واحدة زيك تمام واحدة لوحدي. دي ألو بتاعت أنا. بتاعتك أنت بقى. أيوه. ألو أحاول يعني. لا يا دكتور أنا بقولك كده. ألو. ألو. الو مساء الخير. مساء النور. الفنانة الجميلة الأستاذة ماء أحمد والإعلامي الراقي الدكتور وائل عوني. أهلا. يا دكتور أهلا بيك في برنامج ربع دس الستات. دكتور معتز. الدكتور معتز صلاح الدين. متميز. الله يخليك. رئيس شبكة إعلام المرأة العربية. يا أهلا. أهلا دكتور معتز، منور الدنيا كلها وشبكة إعلام المرأة العربية. أهلا بيك. ربنا يخليكم. طبعا دكتور وائل عوني من قيادات الشبكه وكيل اللجنه الاعلاميه، وبرنامج حضرتك يا استاذه ماء بتلتف حول الاسره المصريه والعربيه، لانه نجح في ان يعمل معادله تجذب المشاهدين والمشاهدات وليس المراه فقط يعني. الله اكبر، ما شاء الله، نورت الدنيا يا دكتور. بجد انت منورنا يا دكتور، ودكتور عوني منورنا اكتر واكتر، لانه على الهوا معانا وبيفيد الناس دايركت، فانت لازم برضو تشرفنا عشان عايزين نستفاد منك انت كمان. طبعا نور الدنيا. وانا ليا طبعا محبه خاصه لقناه المحور وضعف خاص تجاهها، لاني كنت مستشارها الاعلامي من 2002 حتى 2014. الله. طبعا بقياده معالي الاستاذ الدكتور حسن راتب القيمه والقامه. طبعا كل التحيه والتقدير للدكتور حسن راتب. دكتور حسن تحيه لقيادات القناه العظيمه، هي قناه الاسره العربيه فعلا منذ ان ظهرت وحتى الان. طب استاذن حضرتك يا دكتور معتز، سؤال بقى بما ان حضرتك معانا على الهواء. اتفضل. ايه الرساله اللي حضرتك توجهها النهارده لكل امراه مصريه وعربيه، كل ست مصريه وعربيه، علشان تبقى ست رشيقه وتتخلص من السمنه وزياده الوزن؟ ايه رساله حضرتك؟ الرشاقه امر مهم جدا من عده نواحي. المراه الرشيقه اكثر صحه، اكثر انتاجا، اكثر جمالا، اكثر سعاده، اكثر استقرارا. طبعا لما كنت في متاعب صحيه هيبقى في استقرار في الاسره، هيبقى في انتاج، هيبقى في كل شيء جيد. وطبعا معروف ان المراه هي رمانه ميزان الاسره. فلما تكون المراه سليمه صحيا وذهنيا ومن حيث. والله يا دكتور كلام حضرتك مفيد جدا، وزي ما قال الدكتور صحتك مهمه جدا جدا. دكتور الوقت جري بسرعه. الوقت جري وما بيخلصش ما بيننا. اخر حاجه طب نختم بيها بقى علشان ندي رساله قويه للناس. اتفضل. من النهارده ايه اللي بيخلي حد يعرف ياخد القرار وحد تاني ما يعرفش ياخد القرار؟ الرغبه والاراده. طبعا. الرغبه والاراده. رغبه مشتعله ان انا النهارده هغير في حياتي، هبتدي فعلا البس اللي انا نفسي فيه، ابتدي اتحرك براحتي، انتاجيتي تعلى، الطاقه بتاعتي تبقى احسن، بس بمجرد قرار. يعني حدوته كده صغيره، وكان اتنين جيران مع بعض، واحد منهم عنده كلب عمال بيهوهو و و و وكل شويه هوهو عشان جاره عمال يلعب على مرجيحه. احنا معانا صوره المبادره كمان. وصوره المبادره طبعا هتعمل حدوته بعد المبادره. ده الموقع توب لايف على الانترنت، توب لايف تخسيس. اكملك بقى الحدوته، اتنين جيران
وفي كلب طبعا عند الجار اللي فيهم عمال كل شويه اوه طب في ايه؟ فراح لجاره قال له هو الكلب ده ماله؟ كل شويه عمال يصرخ كده. قال له اصل انا بلعب على مرجيحه كده كل ما اروح واجي بيها في مسمار تمام بينغص في الكلب كده بيوجعه. قال له طب هو الكلب ليه فضل قاعد؟ طب ما يقوم ما يتحرك. قال له لان الوجع ما وجعوش كفايه. الوجع لو وجعه اكتر من كده لحد ما يقدرش ان هو يستحمله هيقدر بعدها ان هو ياخد قرار فعلا. فمش لازم نتوجع كفايه، اي حاجه النهارده بتاذيك بتوجعك بتألمك سمنه او غيره لازم تعتزلها ولازم تبعد عن اي حاجه بتاذيك وعلى راسها السمنه زياده الوزن. لازم ناخد قرار والقرار بمنتهى البساطه برغبه واراده مع مكالمه بسيطه لتوب لايف او رساله على صفحه توب لايف هيرد عليك المختص يعرف كل الحاله اللي انت فيها يشخص يكتب لك كورس من المنتجات العشبيه اللي موجوده حاجات طبيعيه بلا اثار جانبيه ولا دواعي جانبيه تقدر تحقق بيها نتائج. احلى هاي نصيحه حضرتك قلتها النهارده. احنا بنشكرك قوي يا دكتور. أشكرك. بنشكر الدكتور وائل عوني المتحدث الاعلامي لمبادره مصر رشيقه. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي.